وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة حصة حسين، المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الاقتصادية الائتمانية بشركة بنفت. مرحبا بك أستاذة حصة في نشرة الثالثة، لو تحدثينا عن أهداف هذه المبادرة. أنا مرحبا أختي، شلونك؟ مرحبا. اي والله حبيت اوضح بالنسبه لنا احنا توقيع اتفاقيه تبادل المعلومات الائتمانيه ما بين شركه بنفت البحرين وشركه سما السعوديه، جاء عملا باحكام النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي لتكوين روابط قويه ما بين الدول الاعضاء، وبناء على ما اقر في مجلس الاعلى لدول الخليج العربي في دورته 37 اللي كانت منعقده في المنام سنه 2016، وتنفيذا طبعا لهذه الرؤيه وتوجيهات القياده الرشيده في البلدين الشقيقين المنشوره طبعا بتطوير وتعزيز المعاملات التجاريه والاداء الاقتصادي، تم الموافقه على تبادل المعلومات الائتمانيه ما بين دول الاعضاء، على ان تبدا خطه العمل بتبادل المعلومات الخاصه بالمؤسسات والشركات كمرحله اوليه. طبعا هاي الاتفاقيه تهدف يعني كهدف اساسي رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي ما بين دول الخليج، بحيث نصت هاي الاتفاقيه على آلية تبادل المعلومات لرفع مستوى التمويلات والتسهيلات الائتمانية في السوق الخليجي. طبعا اللي منشأناها مساعدة المؤسسات المالية والتمويلية في هذه الدول في اتخاذ قرار ائتماني سليم مبني على المعلومات الائتمانية المتبادلة، بحيث انها نساعدهم في تعزيز عملية إدارة المخاطر في تلك المؤسسات المالية. طبعا تنوه ان يعمل كل من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية التابع لشركة بنفت والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سما كمراكز معلومات ائتمانية مرخصة وتحت إشراف المصارف المركزية بالبلدين، ومختصة هي بتلقي المعلومات الائتمانية وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير ائتمان بناء على ما ورد فيها من معلومات بتجينا من الأعضاء. وطبعا يلتزم الطرفين سواء كنا احنا كشركة بنفت أو شركة سما بقواعد سرية وأمن المعلومات والبيانات، وعندنا قواعد عدم الافصاح عنها ومشاركتها مع اي طرف كان اخر، باستثناء طبعا الجهه المخوله بتلقي تلك المعلومات الا وهي في هاي الحاله الجهات التمويليه المستفسره عن البيانات الائتمانيه. طبعا تسعى الجهات الرقابيه والاشرافيه في المصارف المركزيه اللي هي المصرف البحريني المركزي وبنك المركزي السعودي من خلال هاي المشروع لنشر المزيد من الشفافيه والتعرف على الملاءه الماليه لقطاع الاعمال وتجسيد السلوكيات الائتمانية ورفع النمو الاقتصادي بشكل عام. نعم. ونحن اليوم في شركة بنفت في صدد إن شاء الله استكمال الربط مع باقي مراكز معلومات الائتمانية في دول الخليج لتطبيق رؤية لجنة التعاون المالي الاقتصادي ولجنة المحافظين بدول مجلس التعاون الخليجي. الأستاذة أشكر يعني. تفضلي. وحبيت اشكر طبعا بهاي في هالخصوص القياده الرشيده في البلدين الشقيقين، وكذلك مصرف البحرين المركزي وبنك المركزي السعودي والفرق العمل اللي شاركت وعملت على تحقيق هذا الانجاز الاول من نوعه في القطاع المعلومات الائتماني في المنطقه اقليميا. يعني طبعا احنا اليوم في ان شاء الله يعني راح ندشن هاي المشروع قريبا، وبيكون الاول من نوعه اقليميا في قطاع المعلومات الائتمانية في المنطقة. نعم، كل التوفيق لكم الأستاذة حصة حسين، المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الاقتصادية الائتمانية بشركة بنفت. شكرا جزيلا لك.